سلام على بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة على المبعوث رحمة للعالمين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، من علي وفاطمة إلى مهدي الزمان إلى قيام يوم الدين. مشاهدي قناة كربلاء الفضائية، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم معنا في إطلالتنا المباشرة لهذه الليلة من برنامجكم الدين والحياة. أبناء الإمام علي بن أبي طالب سلام الله عليه كثر بين ذكر وأنثى، خلاف الروايات لبعض المؤرخين والنسابين، وقد حظي عدد من أبناء الإمام علي عليه السلام بتراجم واسعة كالإمام الحسن والحسين عليهما السلام ومحمد بن الحنفية باعتبارهم الأبرز من حيث الأدوار والرسالة. أما البعض الآخر مات صغيرا، ومنهم من استشهد في كربلاء كأبناء أم البنين. إلا أن اللافت للنظر أن عمر بن الإمام علي عليه السلام لم نجد له اهتماما كثيرا مقارنة بإخوانه، وهو يعتبر من المعمرين. اختلف في الروايات بين تسميته بعمر أو عمرو. كان ورقي توأمين لأمهما الصهباء التغلبية. تخلف عن اللحاق بأخيه الحسين سلام الله عليه إلى كربلاء، ولم يذكر المحققون أسبابا جلية لقعوده عن نصرة أخيه الحسين عليه السلام. وقيل أنه لما بلغه مقتل الحسين خرج بمعصفرات له إلى فناء داره يقول: أنا الغلام الحازم، ولو ذهبت معهم إلى كربلاء لقتلت. عمر أو عمرو بن علي بن أبي طالب لماذا هو مغمور الذكر؟ وما صحة روايته للحديث؟ وهل من إجماع حول مقتله تحت راية مصعب بن الزبير؟ لتنجلي هذه الضبابية نسلم مقاليد الكلام للضيف العزيز سماحة الشيخ القاضي محمد كنعان. السلام عليكم. صباح الخير. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأخيار المنتجبين ومن تبعهم بإحسان إلى قيام يوم الدين. إخوة الإيمان، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة. نتحدث في هذه الحلقة عن أحد أبناء الإمام علي عليه السلام، وهو عمر الملقب بالأطرف، الذي اختلف المؤرخون في سنة ولادته. فقد ذهب ابن شبة في تاريخ المدينة، وتبعه في ذلك الأصفهاني في الأغاني، من أنه ولد يوم استلم عمر بن الخطاب الخلافة، واعتمدوا في ذلك على نص لعلي عليه السلام يقول فيه: ولد لي غلام يوم قام عمر، وفي نص آخر: يوم استخلف عمر. واعتبر آخرون أنه ولد في أواسط عهد عمر، ذلك أن سنة وفاته كانت في زمن الوليد بن عبد الملك المرواني، وأن عمره كان حين وفاته 80 عاما أو 75 أو 77. فإذا كان الوليد قد توفي عام 96، فنحسن منها 80 عاما، فتكون ولادته في العام 16 للهجرة. أما عن سبب تسميته، فقد نقل ابن شبة النميري أن رجلا دخل المسجد النبوي وفيه علي عليه السلام، فقال: بشراك يا أبا الحسن، إن امرأتك الصهباء التغلبية قد ولدت غلاما. فقال عمر بن الخطاب: هب لي اسمه. فقال الإمام علي عليه السلام: نعم. فقال: قد سميته باسمي ونحلته غلامي موركا. والملاحظ أن الإمام عليه السلام لم يطلب من أحد أن يسمي له ولده، وإنما بادر عمر إلى ذلك، فلم يزد الإمام أن قال نعم. في هذا قد بيّن الإمام عليه السلام أنه أسمى من أن يستدرج إلى حرب الأسماء التي اعتمدها غيره، حيث لم نجد من مناوئيه من سمى عليا أو حسنا أو حسينا. ولو خالف الإمام آنذاك لربما قيل له: هل عدم ارتضائك بالاسم هو لقبح فيه؟ فليس قبيحا في لغة العرب في زعمه، أم القبح في حامله وهو الخليفة؟
فما ذنب أن ينتقل القبح إلى الاسم وبهذا يصبح كل من تسمى قبله أو بعده به يحمل وزرا ليس هو فاعله، وبالتالي يكون رفض الإمام عليه السلام انفعاليا، حاشاه ذلك، بل إنه باستجابته أكد على منهج أهل البيت عليهم السلام في تأكيدهم الدائم على التعايش السلمي مع الآخر ولزوم سد باب الفتن إلا بحجة قوية. ولا يمكن الاستدلال على محبة شخص لآخر من خلال التسمية إلا إذا صرح صاحب التسمية في ذلك، كما فعل أمير المؤمنين عليه السلام عندما قال عن ولده عثمان بأنه سماه حبا بالصحابي الجليل عثمان بن مضعون. وكيف كان؟ فقد كان الاسم بحد ذاته غير مقصور على الخليفة، بل كان جملة من الصحابة يحملون الاسم نفسه، ومنهم عمر بن أبي سلمة ابن أم المؤمنين أم سلمة الذي جاهد مع علي عليه السلام في مشاهده وكان من شيعته، وغيره كثير. لكن المفارقة أننا لا نجد من مناوئي أهل البيت من سمى بأسمائهم، علما أن رسول الله صلى الله عليه وآله هو من اختار تلك الأسماء. فقد روى صاحب شرح النهج أن عبد الملك بن مروان سمى ابنه بالحجاج لحبه للحجاج بن يوسف الثقفي، وقال سميته الحجاج بالحجاج الناصح المكاشف الداجي. ولم نجد أمويا أو زبيريا اسمه من أسماء أهل البيت عليهم السلام. المفارقة أيضا أن الشيخ المفيد في كتابه الجمال وصاحب كتاب الشافي في الإمامة يرويان عن مسروق أنه قال دخلت عليها أي على عائشة فاستدعت غلاما أي عبدا لها باسم عبد الرحمن، فسألتها عنه فقالت عبدي، فقلت كيف سميته بعبد الرحمن؟ قالت حبا بعبد الرحمن بن ملجم قاتل علي. الرواية ينقلها الشيخ المفيد. هنا نجد أن كل من سمى اسما حبا بشخص ما كان يصرح بذلك، ولم نجد أو نعثر على تصريح لعلي عليه السلام بسبب تسميته ابنه بهذا الاسم، فلا معنى لأن نخترع من عندنا أسبابا ليس عليها دليل. وكيفما كان فليس لعمر بن علي هذا أي ذكر أو موقف في حياة أبيه عليه السلام، علما أن المؤرخين ذكروا مواقف لأخيه محمد بن الحنفية ولأخيه أبي الفضل العباس، علما أن عمر هذا أسن من العباس عليه السلام. لكن السؤال المهم هو هل شهد مع أخيه الحسين عليه السلام واقعة كربلاء؟ في المسألة قولان: الأول أنه كان معه، ومعه أخته التوأم رقية التي كانت زوجة لمسلم بن عقيل رضوان الله تعالى عليه، ومعها ولداها عبد الله ومحمد. نص على هذا أبو مخنف لوط بن يحيى في مقتله، وابن شهراشوب في المناقب، وكذلك ابن أعثم الكوفي في الفتوح، وأنه قد برز بعد أخيه أبي بكر وحمل على قاتله واسمه زجر أو زحر، فقتله واستقبل القوم فلم يزل يقاتل حتى قتل. ولم يركن الشيخ المفيد إلى هذا القول في الإرشاد كما نفاه المجلسي في البحار، وتبعهم الشيخ المامقاني في تنقيحه والسيد الخوئي في معجمه لوجود نصوص كثيرة تؤكد بقاءه حيا إلى زمن عبد الملك بن مروان على الأقل، وفي بعض النصوص أنه خاصم أيضا عبيد الله بن العباس، ابن العباس باب الحوائج ابن علي، في ميراث العباس وإخوته، وصولح معه على شيء من المال في زمن عبد الملك، وقد قطع بعدم حضوره واقعة الطف كل من الطبري ابن قتيبة الدينوري ابن عبد ربه أبو الفرج والشيخ المفيد. والأهم من هذا كله أنه لم يرد له ذكر في كل من زيارة الناحية أو الزيارة الرجبي. أما الرأي الثاني وهو الأرجح
أنه تخلف عن الالتحاق بالحسين عليه السلام ولم يسر معه إلى كربلاء، علما أنه دعاه للخروج فأبى. يروي ابن عنبة قائلا: وتخلف عمر عن أخيه الحسين عليه السلام ولم يسر معه إلى الكوفة، وكان قد دعاه إلى الخروج معه فلم يخرج. ويقال إنه لما بلغه قتل أخيه الحسين عليه السلام خرج في معصفرات له، يعني ثياب معصفرة بالزعفران، وجلس بفناء داره وقال: أنا الغلام الحازم، ولو خرجت معهم لذهبت في المعركة وقتلت. وقد يناقش البعض في صحة هذه الرواية سندا ومتنا، لكن ما لا يمكن نقاشه هو مبايعته لعبد الله بن الزبير والحجاج بن يوسف الثقفي، وانخراطه في حملة مصعب بن الزبير، واختلافه مع الإمام زين العابدين في صدقات الإمام علي عليهما السلام، واستعانته بحكام الجور ضد بني إخوته الحسنيين والحسينيين. كل هذا يجعلنا نقف أمام نموذج من نماذج التردد وازدواجية الشخصية، مما جعله غير ممدوح عند أهل البيت عليهم السلام. نستعرض هنا بعضا من هذه النماذج. أولا، ذكر في مختصر تاريخ دمشق أن عمر بن علي بن أبي طالب قدم مع أبان بن عثمان بن عفان على الوليد بن عبد الملك يسأله أن يوليه صدقات أبيه، وكان يليها يومئذ ابن أخيه الحسن بن الحسن بن علي، فعرض عليه الوليد الصلة وقضاء الدين فقال: لا حاجة لي في ذلك. فكتب الوليد رقعة فيها أبيات الربيع ابن أبي الحقيق اليهودي، ومنها البيت: لا نجعل الباطل حقا ولا نلظ دون الحق بالباطل. ثم دفع الرقعة إلى أبان وقال: ادفعها إليه وأعلمه أني لا أدخل على ولد فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله غيرهم. فانصرف عمر غضبانا ولم يقبل منه صلة. وعجيب ما روي هنا، فإن القاصي والداني يعلم أن عليا إنما أوقف أراضيه بينبع وغير ينبع على أولاده من فاطمة عليها السلام حصرا، وهو أمر يعرفه حتى حكام بني أمية، فكيف يطلب عمر هذا الطلب مستقويا بالخليفة على أولاد فاطمة عليها السلام؟ ويا ليته خرج بنتيجة سوى الفضيحة والعار. بل ذكر صاحب كتاب نسب قريش ما نصه: قتل العباس بن علي بعد إخوته، فورث إخوته الذين لم يكن لهم ولد، وورث العباس ابنه عبيد الله، وكان محمد بن الحنفية وعمر حيين، فسلم محمد لعبيد الله ميراث عمومته، وامتنع عمر حتى صولح وأرضي من حقه. وهذا ليس شينا فحسب، بل خلاف الحكم الشرعي الذي يمنع الإخوة من الميراث مع وجود أولاد للميت. ثانيا، أنه عاد واستعان بشر خلق الله في سبيل مبتغاه، فقد ذكر جملة من أرباب السير أنه طلب من الحجاج بن يوسف حينما كان أميرا على الحجاز أن يتوسط في إقناع الحسن ابن الحسن المثنى أن يدخله في صدقات علي التي كانت تحت ولايته، فقال له الحجاج يوما: أدخل عمك عمر بن علي معك في صدقة علي، فإنه عمك وبقية أهلك. فقال الحسن المثنى: لا أغير شرط علي ولا أدخل فيها من لا يدخل، وشرط علي أن لا يدخل فيها سوى ولد فاطمة. قال الحجاج: إذن أدخله معك بالقوية. فنكص عنه الحسن المثنى وتوجه إلى عبد الملك حتى قدم عليه، فوقف ببابه يطلب الإذن، فمر به يحيى بن الحكم، فلما رآه يحيى عدل إليه فسلم عليه وسأله عن مقدمه وخبره واحتفى به، ثم قال: إني سأتبعك عند أمير المؤمنين، يعني عبد الملك.
فدخل الحسن على عبد الملك فرحب به وأحسن مساءلته، وكان الحسن بن الحسن قد أسرع إليه الشيب، فقال له عبد الملك: لقد أسرع إليك الشيب. ويحيى بن الحكم في المجلس، فقال له يحيى لعبد الملك: وما يمنعه؟ شيبته أماني أهل العراق، كل عام يقدم عليه منهم ركب يمنونه الخلافة. فأقبل الحسن فقال: بئس والله الرفد رفدته، وليس كما قلت، ولكن أهل بيت طيبة أفواهنا، فتميل إلينا نساؤنا فتقبلنا فيها، فيسرع إلينا الشيب من أنفاسهن. فنكس عبد الملك رأسه لأنه كان أبخر الفم، ثم أقبل عليه وقال: يا أبا محمد، هلم لما قدمت له؟ فأخبره بقول الحجاج، فقال: ليس ذلك له، أكتب كتابا إليه لا يتجاوزه. فكتب إليه ووصل الحسن بن الحسن وأحسن صلته. فلما خرج من عنده لقيه يحيى بن الحكم، فعاتبه الحسن على سوء محضره وقال له: ما هذا الذي وعدتني به؟ فقال له يحيى: أيها عليك، فوالله لا يزال يهابك، ولولا هيبتك ما قضى لك حاجة، وما آلوك رفدا، أي ما قصرت في رفدك وإعانتك. هنا نلاحظ أن عمر بن علي كان سببا في عذاب بعض أهل البيت من خلال تعديه على ما ليس له. وفي رواية أخرى أن عبد الملك أوكل أمر صدقات علي عليه السلام إلى الإمام السجاد صلوات الله وسلامه. وحدث ذات مرة أن الإمام لما خرج من منزله عارضه عمر الأطرف متناولا إياه ومؤذيا له، فسكت الإمام ولم يرد عليه شيئا. فلما كان بعد ذلك دخل محمد بن عمر أي ابنه على علي بن الحسين فسلم عليه وأكب عليه يقبله، يعني كأنما يعتذر عن والده. فقال علي بن الحسين: يا ابن عم، لا تمنعني قطيعة أبيك أن أصل رحمك، فقد زوجتك ابنتي خديجة. ثالثا، نجد هذا الرجل لم يخرج عن كونه شيعيا بالمعنى المطلق للكلمة، فقد روى عزان في كتابه أن عمر هذا كان يؤذن بحي على خير العمل، ويجهر بالقراءة ببسم الله الرحمن الرحيم في السورتين جميعا، يعني بالحمد والسورة اللي بعدها بالصلاة. وهذا من خصائص الشيعة كما هو معلوم، كما حكى العمري قائلا: اجتاز عمر بن علي الأطرف في سفر كان له في بيوت بني عدي، فنزل عليهم وكانت شدة، يعني وقت ضيق مجاعة، فجاءه شيوخ الحي فحادثوه، واعترض رجل منهم مارا له شارة له علامة، فقال: من هذا؟ قالوا: سلم بن قتة، وله انحراف عن بني هاشم، يعني ناصب العداء لبني هاشم. فاستدعاه وسأله عن أخيه سليمان بن قتة، قال: وكان سليمان من الشيعة. فأخبره بأنه غائب، فلم يزل عمر يلطف له في القول ويشرح له الأدلة حتى رجع سلم إلى مذهب أخيه. وفرق عمر في البيوت أكثر زاده ونفقته وكسوته، وأشبع جميعهم طول مقامه. فلما رحل بعد يوم وليلة حتى عشبوا وخصبوا، فقالوا: هذا أبرك الناس حلا ومرتحلا. وكانت هداياه تصل إلى سلم، فلما مات رثاه سلم هذا بأبيات من الشعر. إننا أيها السادة أمام شخصية محيرة نجد لها مثيلا في كل عصر وفي كل زمن، رجل له من أرومته ما يجعله سيدا بين الناس، فهو ابن أبي طالب، ابن علي بن أبي طالب سيد الوصيين وفخر الإنسانية. لم نجد في سيرته ما يخرجه عن كونه شيعيا، بل ربما كان يجادل في التشيع داعيا إلى حب أهل البيت، فلم يكن إذن ممن يتنصل من مذهبه طالما كان مذهبه يخدم مصالحه الخاص. أما عندما يفترق اعتقاده عن تلك المصالح نجده مباشرة يتجه في طريق تحصين أموره الشخصية،
فلا مانع لديه من عدم الخروج مع الحسين عليه السلام، معتبرا نفسه أنه كان ذكيا بعدم إهلاك روحه، ولم يتورع عن معاداة زين العابدين عليه السلام والحسن المثنى من أجل أملاك لا حق شرعيا له بها، بل واستعمل في سبيل ذلك اللجوء إلى أسوأ حكام الجور، الحجاج بن يوسف الثقفي والمرواني عبد الملك. بل ذهب بعض المؤرخين أنه إنما بايع عبد الله بن الزبير طمعا في منصب دنيوي، وأنه قتل تحت راية مصعب بن الزبير بعد حربه للمختار الثقفي. هاي في رواية هالشكل. وصحيح أننا لا نستطيع أن نجزم بكل تلك المرويات، لكن القدر المتيقن أنه لم يكن ممدوحا من قبل أحد من المعصومين عليهم السلام، بل كان يقول لأخيه الحسين عليه السلام: لولا ناولت وبايعت، أي نفس خطاب عبد الله بن عمر بن الخطاب الذي مجته أذن أبي عبد الله عليه السلام فقال أف لهذا الكلام. السؤال المهم: كم من أمثال هذه الشخصية في تاريخنا ينتحلون التشيع لأنهم لا يستطيعون الخروج منه، ولأنه يجعلهم مقبولين لدى بعض السذج، وهم في نفس الوقت يستعملون وجاهة أهل البيت عليهم السلام لتعزيز وجاهتهم التي لولا ذلك لما كانت شيئا مذكورا، مع تقديم استحساناتهم وبؤس آرائهم، وكأنها في أصل الشرعة والمذهب، والله المستعان على ما يصفون. أحببت في هذه الحلقة أن أضيء على هذه الشخصية الضبابية التي لم أعثر على مدح لها من قبل أئمتنا، بل على العكس وجدنا مواقف عدائية من الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه. نجدد الترحيب بكم سماحة الشيخ. مشكور مولا. المشاهدين، سماحة الشيخ، طب هذه النمطية من الازدواجية في الشخصية لدى عمر الأطرف من علي بن أبي طالب عليه السلام، يعني ماذا يمكن أن نستفيد منها لقال أن يقول مثلا في الحياة؟ طيب، عمر بن علي بن أبي طالب ولد إما في عام 13 للهجرة أو عام 16، يعني إما في يوم استلم الخلافة عمر بن الخطاب كما ورد في بعض النصوص، أو في 16 للهجرة، يعني بعد مضي سنتين ونيف من تولي عمر للخلافة، يعني عاش 80 سنة على الأقل، على الأقل، على الأقل 20 مع أبيه. نعم. أقل التقدير. وعلى الأقل إلى عام 61 مع أخويه المعصومين حسن والحسين، سيدي شباب أهل الجنة الحسن والحسين صلوات الله وسلامه. يعني عاصر ثلاث معصومين في بداياته، ومعصومين بعد ذلك ربما يكون قد بقي إلى زمن الباقر، أو معصوم على الأقل الإمام زين العابدين. ومين المحيط تبعهم؟ زينب العقيلة صلوات الله وسلامه عليها، أبو الفضل وإخوته، خالته فاطمة بنت حزام أم البنين. شو نماذج؟ نماذج كونية. طيب أين كنت في مشاهد أبيك؟ ما ذكر لنا التاريخ أنه على رغم كون ابنه 13 سنة أو ابن 10 سنوات العباس، وهو أقل منك سنا، أنا ما بقول أصغر، عيب، عمر أسن مش أكبر، عمر أسن من العباس. وحدثنا التاريخ عن وجوده في مشاهد أبيه رغم صغر سنه. أنت وينك؟ أين كنت؟ طيب أليس من العجب أن يكون سعد قيس بن سعد بن عبادة قائد
في جيوش الإمام الحسن قبل المهادنة مع معاوية. نعم. وقائد ميسرته عبيد الله ابن العباس ابن عبد المطلب. ولا نجد ذكرا لقيادة عمر بن علي لكتيبة ما أو لي أحد ما. ما في عقود ما كان موجود فيها أصلا. عيش على الهامش. هلأ هناك احتمال أن يكون قد غطي عليه. نعم. من الإعلام الأموي احتمال. تعمد قمره. مش هذا الاحتمال بقول والله. لكن ما بدا بعد ذلك، هذا الإنسان جاءته فرصة عمره أن يلتحق بركب الحسين صلوات الله وسلامه عليه ويستأنس بالموت استئناس الطفل بمحالب أمه. فوت الفرصة على نفسه. الرواية التي نقلها أبو مخنف لوط بن يحيى أنه استشهد في كربلاء وتبعه في ذلك ابن شهراشوب وابن أعثم الكوفي في الفتوح، هات لك مصادر تعارضها عشرات المصادر الأدق، خاصة أنك عم بعدين ظهر من سيرته الكثير الكثير مما يدل على أنه بقي حيا. ولا نعلم أحد من الأحياء الذين بقوا في عاشوراء سوى خمسة أشخاص. نعم. الحسن بن الحسن المثنى قطعت يده، سمعان مولى الرباب، عبد الله بن الضحاك المشرقي، معروفين ومحددين تماما بالعدد. طيب الروايات تقول انه كان شيعيا، شو سمة الشيعي آنذاك؟ انه يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في صلاته، انه يقول حي على خير العمل في اذانه واقامته، انه يكلم الناس ويناظرهم في احقية علي عليه السلام. هذا ما فعله بالضبط عمر، كان يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في السورتين جميعا بالحمد وما يتلوه من بعدها، وكان يتوضأ بوضوء رسول الله صلى الله عليه وآله، وليس ما أجراه عثمان بعد ذلك. نعم. وكان يؤذن ويقيم بحي على خير العمل، وكان يناقش في مذهبه. إذن بالشكل العام كان شيعيا. إذا دخلت في الخصوصيات، نعم شيعي شرط أن لا يتعارض تشيعي مع مصالح. شيعي ما عندي مانع أن أشتكي على ابن أخي عند الحجاج ابن يوسف الثقفي، ما في مانع أن أركب جمل وأقطع الفيافي والقفار إلى المرواني في الشام أسأله أن يدخلني في صدقات ليست حقا لي، أوقفها علي على ذرية فاطمة خاصة، والمرواني على فسقه وفجوره يعلم بهذه المسلمة وحاول يرضيه. خد لك قرشين واترك هذا الموضوع. ما كان عندما يدعى إلى الذهاب إلى كربلاء لا يذهب، بل يسمي نفسه حازما، غلاما حازما ناصحا. هب أني تنزلت عن كل هذا. حادثة مبايعته لعبد الله بن الزبير ثابتة تاريخيا، عداؤه للإمام زين العابدين ثابت تاريخيا. الإمام عم يقول لابنه رغم قطيعة أبوك إلا أني سأصل رحمك فقد زوجتك ابنتي خديجة. ازدواجية في الشخصية واضح. هذا شو بدل؟ ما قادر يطلع من تاريخه تاريخ أرومته وأبابه، فأصبح التشيع لديه ديكور فولكلور، ولم يكن عقيدة راسخة. آثر المصلحة الشخصية. مش بس هاي، في ناس بتلاقي تشيعه
يجعله ينطق يتحرك أمانا واطمئنانا لمن حوله. ميثم التمار أول من لجم في الإسلام، لجام للحيوانات، لما صار يحكي وهو مقطوع اليدين والرجلين ومصلوب على النخل، كيف بدهم يسكتوا؟ جاءوا بما يشبه الشريط الشائك في زماننا فلجموه به ثم قطعوا لسانه، صار دمه ينضح تشيع. هذا آمن أن محمدا وأهل بيت محمد هم الطريق والوسيلة إلى الله عز وجل، وأن مودتهم وتوليهم أجر الرسالة هو ما ينقذه، وأن التبري من أعدائه حسم أمره. الآن تجد أناس مع الأسف بعضهم معمم، بسمع بعضهم ما بدي أدخل التسمية، مولانا ملحد بكل ما للكلمة من معنى، وبعضه حاطط العمامة على راسه، روح شيل العمامة وحكي اللي بدك إياه. فهو يتساءل أنه من أخبرنا أنه جبرائيل هو الذي نزل على محمد صلى الله عليه وآله، بل كشي جني. هذا الكلام من إلحادي، لا يمكن إلا أنه أنكر ضرورة من ضرورات الدين، بل ذهب أبعد من هذا. ما بقى فيه يتنكر ويترك ماضي وتاريخه، فبقي ملزق بهذه العمامة ومحسوب. هذا هين، أمره واضح ومفضوح. نعم. وبالنهاية كلماته تعبر عن نفسي. أما الأخطر منه؟ الأخطر من هذا أن يكون التشيع كما نريد لا كما ينبغي أن يكون. سهل كتير، جدا سهل أن ترضي الجمهور، لكن على حساب شو؟ على حساب عقيدتك ولا لا؟ يعني الآن أولا أستطيع أن أقول للناس أجمع لهم الآراء الشاذة من كتب فقهائنا، وبقول لهم بإمكانكم أن تعملوا بأي رأي من الآراء التي يناسبكم، وبعمل ما يسمى بالتخفيضات الفقهية سيل، وبيعطيني هذا الكلام شعبي لدى الكثيرين، الناس تحب اليسر والسهولة. لكن على حساب شو؟ على حساب عقيدتي وديني ومصداقيتي وشيبتي. هذا الرجل تشظى نماذج كثيرة في كل عصر ومكان، ما قدر خرج من أرومته، لأنه إذا طلع من التشيع ما حدا بيستقبله. طب عدم تأثره، لم يجد كرسيا فارغا ليجلس عليه. عدم تأثره بالنماذج الكونية التي ذكرتها. كانت مودة سلمان له رحما، ولم تكن بين نوح وابنه رحم. خير إن شاء الله. ليش علي بن إسماعيل أو محمد بن إسماعيل ابن جعفر الصادق أولم يكن سببا في مقتل عمه موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه؟ كان كذلك بطول لسانه وذهابه إلى هارون وتواطئه مع البرمكي على مقتل عمه صلوات الله وسلامه عليه. النماذج موجودة، ولذا الله حدد المعصومين من هم، حتى لا يقال إن دائرة أهل البيت تشمل الجميع. نعم. وجاء قال في دوائر أصلا في قعر جهنم، تبت يدا أبي لهب وتب، معم للنبي. هذا النموذج المتشظي في زماننا على الناس أن يحذروه. نعم، الحذر من هذه النماذج. طبعا مجرد أن تقدم المصلحة الشخصية على مصلحة العقيدة خلص. نعم. ولو لبست بلبوس ديني هذا أخطر، إذا لبست بلبوس. نعم. دين. طيب سمحت شيخ، ماذا